والآن الغلو في هؤلاء الأولياء والصالحين المزعومين. كثير من الناس يقول لك انتوا ما بتحبوا الأولياء وانتوا ما بتحبوا الشيوخ وانتوا كذا وكذا. نحن أول شيء الأولياء بحق نحبهم، لكن لا نحبهم مع الله سبحانه وتعالى. ودائرك الشيخ ده راحت منك شيء تمش له، ابويا الشيخ انا عندي ذهبات راحن شوف اللي وين، وابويا الشيخ انا عندي غنمايه راحت شوف اللي بي وين وما بعرف وكذا، انا مسافر والموضوع ده كيف، وهل السفر ده وبينجح ولا ما بينجح ولا ما بعرف، واتزوج وفلان ده اتزوجها ولا ما اتزوجها، وحتى بيجوا مسائل الدجل والشعوذة والأشياء دي بقت حتى في الأغاني. يقول لك ستة الودع عرم الودع شنو ما بعرف وكذا وأشياء، يعني تعرفه وما تعرفه، مرات نعرفه ومرات ما نعرفه، وكلها مصايب. والداعية دي تدعي علم الغيب، يقول لك بكرة بيحصل لك كذا وكذا. وفي القرآن، القرآن واضح، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، مش واضحة؟ واضحة جدا. ويمشوا الشيخ وحاجتي دي كيف وحجبات وكمون، واحد في بزبد قصة دي قلتها 4 مرات ولا 5 مرات في بزبد اسمه إبراهيم من الشباب، قال لي واحد عنده موتر، الموتر ده ركبه فيه كمون، قال الكمون عشان يحفظ الموتر من ما يروح، يعني ما يدو عين ولا يروح ولا كذا. قال جات غلمايه ماشي لفت كذي في الموتر، لفت منه ما اكلت الا الكمون، الغلمايه بس اكلت الكمون وبقت ماشي، ما غلمايه ظريفه على قلبه، اكلت الكمون ومرقت. ودخلت انه شنو؟ احفظ ذاته، وما حفظ نفسه من الغلمايه دي، ده بيحفظ الموتر لمت فيه وانتهت منه تماما. ما شايف يشوف عم يلبسون شنو حاجات، يقول لك خايفين على من العين، شافع تلقاه ريالته سائلة وتلقاه جاري في الطين سائل تحت ما في شيء، ايوه ضارب الهواء ماشي وشغلته جاي طويل، وما في الطين يلعب ومجنبق، وتلقى ما كل خضره بايته برضه في رقبته في 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 صدره، وحالته في البلد شافع شعره ملان تراب والناي، ويقول لك ده خايفين عليه من العين، وداسي بدو عين ولا بدي عين، الشافع ده ذاته زي ده بدي عين ولا بدو عين ذاته ولا الحاصل عليه شو، ولو بقى نظيف ذاته هل بيحفظ منه يا جماعه؟ فالله خير حافظا وهو ارحم راحمين. حجبات ومصائب وبلاوي وكذا وكذا، وما يقول لك انا عقيدتي ما في الحجاب، عقيدتي في الله، كذاب والله. اي زول يقول لك كلام زي ده يقول لك خلاص تعال تعال شيل لك خرطوش بتاع مويه ومش لك شوف لك جحر كوب فيه المويه، اللي مرق دابي ولا عقرب، يقول لي الله هبشع اقلع الحجاب، يقول عليه يلا هبش العقرب، يقول لك البس الحجاب يلا هبش العقرب، طوالب ميد يد قبيل لما انقلع الحجاب يقول لك شنو شغلة دي بتطول، لما لبس الحجاب طوالي قال شنو داري ميت شنو ده عقيدته في شنو، ما واضحة عقيدته في حجابه وشغل بتاع شعوذة حجاب ذاته، شفتها أقرأ آية الكرسي شوفه يشتغل كده، أقرأ آية كده أفتحه ذاته الحجاب ده أفتحه. والله واحد اسمه فاروق قبلي أكثر من 5 ولا 6 سنوات في داخلية مدروعة إسلامية في الداخلية الطابق الثالث او الثاني، غرفة اسمها 10 في 3، جاب لنا حجبات كنا في الداخلية، الزول ده من النيل الابيض جاب له ظريف مالان حجبات، قال لي حجبات بقر ودي حجابات شنو وشنو وشنو، قلت له خلاص نفتحها وفيه خير، جاب لنا يعني فتحت الحجاب والله الذي رفع السماء بلقى في الحجاب مكتوب شعشع، بس حجاب جد كامل ورقة بس مكتوب فيها شعشع، شعشع ده اسم زول لاقاك زول اسمه شعشع، تلاقاك زول بشر اسمه شعشع، ده إن داري دلعوا ذاته يقول له شنو
شمعة ولا ده يقول له شنو ذاته شعشع ده يمشي لأن عارف. وهل ده دين وهل شعشع ده بيحفظ له بقر؟ في شعشع بيحفظ له بقر وكلها وساء يا أخي. القرآن ده واضح وإن يمسسك الله بضر عليك الله. شوف الكلام ده واضح كده. فلا كاشف له إلا هو. فلا نافية إلا استثناء. وفي اللغة العربية أن الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر والاختصاص. فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. ما في حاجة اسمها تحويط وكجرك وعمل ليك ده سحر. ما في حاجة تحويط اسمه اسم الدين ده اسمه سحر. سحر موجود لكن كفر بالله سبحانه وتعالى. سحر دجالي الشافع ده تحصن الجنة تحصن فيكم تاني. خلي العالم ده جت عاين له ما تخاف عليه. حصن ومن الصباح علم المرأة قل لها يا مرأة قل الله حافظة ولا ما حافظة؟ حافظة. قل أعوذ برب الفلق حافظة. قل أعوذ برب الناس حافظة. أقريها ثلاثة في الشافع ده أقريها ثلاثة الله فيكيه تاني خلاص. والرسول عليه الصلاة والسلام بدري وإذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. خلاص يعني شافع الله بيحفظه يا أخي. شنو حراسات وما بعرف إيه ووك وناس تلقى زول ميت مضروب بطلقة وما ملان حجبات. داك يجي زميله يشيل الحجاب يلبسه هسي ده فاهم شنو وداك ميت جنبك. والله أنا ناقشت واحد في كافوري مربع ثلاثة عمك كبير ناقشته شايل لابس له حجاب وجهاي تتكلم في الحجبات وفيه الزول لخ مشيت بورا زي برميل كنت محل برميل كنت ورا هناك. قعدت معاه يا عمنا قال لي الدين الجديد جبته ده قلت له القرآن جديد والقرآن ده معروف ده دين جديد رب العزة والجلال قال كذا وكذا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله ولا جبت له النصوص وفي نصوص واضحة زي في سورة الرعد وإذا أراد عليك الله جوا لا إدارة تفسير وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. في كلام أوضح من ده؟ في حجاب بيرد ثاني ولا شيء؟ عمك بناقش فيه أبا يقتنع. جاء واحد عقيد في الشرطة عقيد اسمه محمد يوسف في البلد ديك الوقت ده بس ما عارفه بيقى شنو. الزول ده جاء لقانا بنتناقش قاعد معانا في الوطن بيسمع كانت دروس وكذا مرات. قال له قال له يا حاج عمك اسمه عمر قال له يا حاج عمر يا حاج أنا قال لي عندي دفعتي زميلي في الشرطة دي مشينا عمليات. قال لي الزول لابس حجبات وأنا لابس حجبات نحن القادة. قال لي بتاعنا الكتيبة القادة. قال لي أول ضربة جات قتلت زولي ده بحجابه وأنا ما لابس حجاب هذا قاعد لاسي. قال أنت رأيك شو؟ قال لي ما أجل وتم. طيب نحن نحلها كيف؟ وكيف أجل وتم نحن دارين حاجة أجل وما وكيف يعني؟ لم تجيب لنا حاجة أجل وما تم إذا ناقشناك بالفهم ده. ولذلك يا جماعة الإنسان عقيدته في الله تكون صحيحة تضبط قلبك ده ما زول تحبه مع الله تعالى تحبه في الله مخلوق وتحبه عشان الدين وبس ما تدي صفات الخالق لا تحلف فيه لا تمشي لا تقول لك اجر ليدي ولا تناديه في الشدائد ولا تتبرك بترابه. يا أخي الشافع لو سف التراب يدق له يده ولا كعب التراب كعب ما تصف. الشافع اكبر يلقى ابوه بصف في التراب يعني ده يدق لي ابوه يده ولا يسوي له شنو ذاته. انا داري اعرف ده يسوي لابوه شنو يقول له شنو يعني. ناس يطوفوا بالقبه تلقى طايف. والله سبحانه وتعالى قال وليطوفوا بالبيت شنو؟ العتيق. السودان فيه البيت العتيق ولا السعوديه؟ بلاد الحرمين هنا بيت العتيق. ما هذا كله هوس كله ضلال كله وناي بلاوي ساي ويمشي يشربون محايات ويشربون بخرات ده ما من الدين والله الذي لا اله غيره. قران ده شفاء تقراه وتنفث في المريض ولا تقراه وتنفث في مويه وتشربه لكن تكتب في لوح سكن تحطه في المويه
ده ضرر. رسول قال لا ضرر ولا شنو ولا ضرر صلى الله عليه وسلم. تجربة ولا يكتبوا لك بخرة يقول لك خدتها في المانجا تتبخر بها، ما عاد جاي منه في اليوتيوب، في انا لقيتها في موبايل، يعني موبايل اخو لقيت في الموبايل جايبين واحد شاب لابس نظارات وملفح وعنده واحد حوار لقى خادم بيخدمه، بعدين لابس لداك بنطلون وقميص، بنطلون اسود وقميص ابيض، والبنات نساوين قاعدات، وجاب واحد شاب لابسه ثوب وهم بعجاي صوره وصوت فيديو. الزول الحوار جاب له منقد ختام، جاب له بخرة رما جوا، بخرة بتاع شنو أعرف، هاي حاجة بتبخر ختام جوا، جاب له حاجة زي البطانية ولا ملاية ثقيلة، قال للبنت تعالي قربي، وقاعد شايل له صوت، قربت ده المنقد، قربها من المنقد، قال يلا غطيها، غطاه البيت، غطاه بشنو البطانية دي، وجوا في منقد ومولع شنو ايوه في دخان، كتم لها شغله بيني، وشال صوته وبقى يجلد البيت، بقى تقحقح، انت وضع زي ده خدتوك في تقحقح ولا ما تقحقح، الله يسالك تقح ولا ما تقح، يا اخي خطيت في ركشه يمكن تقح، خلي بشر موضوع زي ده، البيت بقى تقح وانت ليه منو عمتها دي طوالي لقطت الكلام، وانا ما سامع عمتها في التسجيل، الزول اللي جابه من وين ما بقى، واحتمال عمتها ميتة ولا حية وساولهم غلب ولا مشكلة ثانية، المهم ولا عادين عمتها قامت دي طوالي علقت عمتها، شوف الفتنة دي هسه بقت فينو ذاتها دي مشكلة، ولو جن قال لك عمتها انت بتصدق الجن بتصدق، وانت هو جن اعتدى على بشر لما خش في ثاني بتصدقه، وقعد يجلد فيها وهنا يتقحقح، يا ناس ده كلام يا اخي والله، اذا ذاته اللي بيجلد لو دخلوه في وضع زي ده يقح ذاته، ما بقح؟ ذول يدخلوه في بطانيه وبخ وما بتقح يا اخي، وشايل لك صوت عنك ما بتخلي الزول يصرخ، كله هوس يا اخي باسم الدين، عشان كده يقول لما نمرض بيمشي المستشفى طوال، وتلقاه لما نمرض الشيخ بيمشي المستشفى هيمرقها في مصر ويجي يسوي قصيده، ما شفته؟ طويل جدا وبلاوي، وبعد ده هو يمشي المستشفى وانت تجيبه في المسجد وتلقى تحت مخدته كيس صيدلية اليد البيضاء شفاكم الله، وتحقن وحبوب ودربات، هو يبلع في الحبوب وانت يشربك في شنو؟ من حال المالية بزاق ده، انت هي لو بتشفي مشيت للدكتور ليه؟ ما داير عارف، فاقد الشيء شنو؟ لا يعطي، لا يعطي، كان بتشفي مشيت للدكتور ليه؟ ولذلك يا جماعة رجلان تحابا في الله، اخوانك ده تحبهم في الله، تحبوا في الله، لو بقى زول من أفقر خلق الله تحبوا في الله، لو بقى زول أغبش نظيف بالمع ما بالمع تحبه في الله سبحانه وتعالى، مش تقول كرهي مشققات ما بينفع معانا وكرهي شنو ما بعرف وده كذا وده كذا، ما في حاجه زي دي، الدين ده تحب الزول في الله اخوك، ما شفت الدين ده لما الصحابه كيف؟ سلمان فارس صهيب وبلال شنو؟ كلهم وابو بكر قريش وسعد كلهم والأوس والخزر من المسلمين، وكل الناس الأسلم كلهم لما وجنوا الدين، إنما المؤمنون إخوة. آخر رجلين ماذا نطيل لهم الزمن، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاض عيناه، دي واضحة، تقعد تحاسب نفسك وبراك وتندم وتذكر الله وتعظم الله سبحانه وتعالى، تذكر الموقف بين يدي الله فتبكي، سويا الليلة سويا ما صعب، تتخيل يوم القيامة تكون في الظل بموقف زي ده، الليلة سويها بالليلة، مش براك ناس نايمة جر لك مصلاية براك، توضأ صليك ركعات يعني كتهيا يعني، واسأل الله وحاسب نفسك واندم وتوب وابكي لله، ذكر الموقف بين يدي الله فيظلك الله يوم القيامة إن ثبت على الحق. آخر شيء ورجل تصدق بصدقة
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق شنو. أي عمل تعمل لله ما تقول الناس يشكروك وكذا. واحد والله في مدرمان والذي رفع السماء الزول اختلف مع ناس المسجد في شيء قالوا أنا الفرش ده ما جبته لكم أنا داري اقلع فرش وما بعرف ولا داري تشي جبته لله تاني تقبل عليه. وانت لو بنيت المسجد تاني انت والمصلي شنو في المسجد ده تكونوا شنو واحد عند الله ده ما أجرك انت خلاص. زولت الغير رب لي يتيم 20 سنة اجي في مجلس بس اجر شت اجر 20 سنة يرمي الواقع طب بس بكلام بك اليتيم ده ما قصرنا فيه والله اصلا ما قصرنا فيه ربيناه ودرسناه اذاو اذاو ولا ما اذاو. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا اذى. عمل تشيل الله ده انساه خلاص لله بس وتخفيه ما استطعت. يعني لو الناس بيقتدوا بك ظهرت عشان الناس يقتدوا بك ده امر ثاني. لكن ما تاذى الناس تعمل العمل لله سبحانه وتعالى. اسال الله باسماء الحسنى وصفاته الاولى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان ياخذ من واصينا جميعا الى البر والتقوى وان يبارك لكم في اعماركم وفي اوقاتكم وفي مسجدكم انه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. بارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم.